مع دخول فصل الخريف يقترب الشتاء وتظهر التقلبات الجوية، هذا ما سيحدث في مصر، فقدوم الشتاء ينذر بحالة من التقلبات الجوية التي تظهر في البلاد. هيئة الأرصاد أصدرت بيانا للتحذير الشديد من حالة الطقس في مصر بداية من اليوم ولمدة 5 أيام بسبب منخفض سطحي قادم للبلاد وعودة الأمطار والرعد الذي يزلزل السماء. ماذا سيفعل هذا المنخفض في مصر؟ كل التفاصيل ستعرفها معا في هذا البث المباشر. أهلا وسهلا بكم، وأنا مروة سرساوي. الشتاء قادم، هذه هي الجملة التي تحدثت بها الهيئة العامة للأرصاد للتعبير عن التقلبات الجوية التي تمر على البلاد في بداية فصل الخريف الذي يكشر عن أنيابه اعتبارا من اليوم السبت ولمدة 5 أيام بسبب قدوم منخفض سطحي على البحر المتوسط، سوف يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. التقلبات الجوية التي تحدث في البلاد على مدار 5 أيام والتي تبدأ من اليوم سوف تكون مختلفة ولم تشهدها البلاد منذ فترة. لذلك أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا شديدا بشأن الأحوال الجوية. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد تقلبات جوية على أعلى شمالا لأول مرة في فصل الخريف، موضحة أن الأجواء مائلة للحرارة نسبيا على شمال البلاد بسبب رياح جنوبية على كافة الأنحاء الشمالية نتيجة تواجد منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت الآن القاهرة ومطروح 28 درجة والإسكندرية 29. وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أنه مع التقدم في الوقت يقترب المنخفض الجوي من السواحل، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف الأنحاء، يصاحبها البرق والرعد، تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية تصل آخر اليوم خفيفة على القاهرة. ويشهد اليوم السبت استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد سقوط أمطار متوسطة، مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا، وفرص أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الشرقية والمنوفية، وفرص أمطار ليلا تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى. كما نشدت هيئة الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة بسبب التغيرات المفاجئة التي سوف تحدث في درجات الحرارة، حيث سيشعر المواطنين بانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر بصورة كبيرة تؤدي إلى البرودة، في حين أنه سوف يستمر سقوط الأمطار خلال هذه الفترة. ووجهت الأرصاد بعض النصائح إلى المواطنين، أبرزها ارتداء الملابس الخريفية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر وأحكام غلق النوافذ عند النوم، وارتداء المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية الكمامات عند النزول إلى الشارع للوقاية من التقلبات الجوية التي سوف تحدث بداية من اليوم. وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت القاهرة العظمى 30 درجة، الصغرى 22، الإسكندرية العظمى 29، الصغرى 22، مطروح العظمى 27، الصغرى 22، سوهاج العظمى 32، الصغرى 20، وقنا العظمى 33، والصغرى 20، وأسوان العظمى 35، والصغرى 22. وإلى هنا أعزائي المتابعين نصل إلى نهاية هذا البث المباشر، دمتم في أمان الله.